كان في رئيس التسلط والجر جمهورية والنص. وكان في حكومة كاملة الصلاحيات وكان في مجلس نواب وتركوه، شو عدا ما بدا اليوم عم بفيقوا للملفات اللي كان ممكن تنحل قبل وما توصلنا لهون، لأنه في، هون علامة ما الاستفهام. هو في كلام عن دمج للمصارف، في كلام عن رفع دعوى، يعني لما بلشت أول دعوى على المصرف على فرنسا بنك هون بلشوا المصارف يحسوا بالخطر. لما امبارح يعني الرئيس عون كمان بدها تدعي بكره الاربعاء على بنك عودي كمان، هون من هون ضغط المصارف ماشي على السياسيين الذين هم شراكه، هن شراكه مع بعض، فبدهم يخلصوا موضوع الكابيتال كنترول ليحموا حالهم. ما هون انا ببدايه الحلقه كنت عم اقول هل هؤلاء النواب هم فعلا يعني نواب، هم ممثلي الامه؟ طب اليوم انت عم تمثلني وانت عم تشتغل ضد مصلحتي، طب كيف انت بتكون عم تمثلني؟ ما عم بفهم. ما اليوم المصلحة حسب كل واحد بوجهة نظره، عم لذلك تكون المصلحة تنكون لذلك لا واضحين لا انتبه، يعني. في مصالح وطنية تجمع كل الأفرقاء اللبنانيين، يعني إن كان مسيحي ولا إن كان مسلم ولا إن كان أيا كان، اليوم هذه مصلحة وطنية، هذه المصلحة الوطنية يجب أن لا يختلف عليها اي أحد هلا في لبنان. بالشعارات لا يختلف احد، شوفي وعم شو عم نسمع بصير جوا. انطباعا لن نسمح بقانون يمس اموال المودعين، سوري الحكي ما كله سمعناهم. بس هذا للدعاية بس، لأكثر ولا أقل. بيطلعوا السياسيين بيتبجوا على التلفزيونات وبيتبجوا بالمؤتمرات الصحفية، كله كذب، بيشتغلوا مصالحهم، ما بهمهم اصلا، ما بهمهم المواطن، ليش هن وين والمواطن وين؟ من المواطن بوادي وهن بوادي. ما حدا اليوم، ما حدا يقنعني انه انا بعد اليوم في قناعه انه انا صدق حدا من هالسياسيين، لانه نحن اليوم هذه رابع سنه على الازمه، ماذا فعل هؤلاء السياسيين؟ بالعكس خلينا رحنا نحدد ما على هدر نعمم، مال. خلينا نحدد ما نعمم، لسبب لا لك انه شغله، في سلطه تنفيذيه متمثله بحكومه أرادت هذه الحكومة أن تستمر بحل عم تحكي الأمور. هلا إيه خلينا ليش طولي بالك، القوى بدنا السياسية الموجودة نرجع في لبنان، لورا، لا طولي بس شوي، خلينا نحكي هلا. القوى مش نصب السياسية نفسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه قادر يحل الأمور، يعمل جلسات لتسيير شؤون الناس؟ طبيعي أول جلسة اللي كلمة قادر، المستشفيات لوين وصلت؟ قصدي اللي قادر، بعدنا عم نسمع صوتهم. اللي قادر اللي بده يقصر، منتبه اليوم نتالي. اليوم إيه مش قادر ما يعمل جلسة غير دستورية. ما في شيء بيك داخل، برجع على الدستور ومن من الذي يستطيع تفسير هذا الدستور؟ ما هون المشكلة، ما نحن كل مشاكلنا يا عمي ما بالتفسيرات اختلفنا، الخاطئة. دستورية طيب ما عملت نتيجة، ليه عم بيعمل مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة ومصر؟ بيرجع بيعد لك على نفس يا حن الموضوع انه الأساتذة نحن هي عندنا هن رجعوا مشاكل. راجعين لما على المدارس هلا عم وزير انه التربية كان عم بيقول انه يمكن محاولات ووعود، بكره ممكن انه ترجع حتى يرجع موظفي عليك. القطاع العام كان على أساس راجعين، قالوا هلا أجلنا لنشوف، لأنه تلقينا اتصال ووعود من الرئيس مئاتي ولهلا ما في شيء، دائما وعود تدوير زوايا فقط. لأكثر ولا أقل، بقول لك تدور يعني نحن اليوم خلينا نحكي الواقع، نحن اليوم مش بس في ظل انهيار اقتصاد ومالي، نحن اليوم قطعنا مرحلة جهنم، الله أعلم شو لوين بعد واصلين. طيب هذا كله ما بيخلي أي إنسان بموقع المسؤولية أنه يتحرك، عنده بس الحس الضمير والحس الوطني بس لحتى يلاقي حل. طب ما عندكم حلول، في وراء اقتصادية، في عندكم 100 حل، ليش ما بدكم تمشوا بالحلول؟ لأن هؤلاء لا يهمهم سوى شو المحفظة تبعتهم، قد ايه معي مال وقديش في نجيب مال وقديش في نجمع مال بعد وكيف بهالظروف بدي هرب كلها. مال. طبعا في عالم، إذا راح في عالم البلد نتالي مين بدهم غنيت. يحكموا؟ اها معلش مهن. يعني طيب إذا هذا انهار القطاع قديش المجتمع المصرفي الدولي عم يضغط؟ وين بدهم يكونوا سؤال، عم يستثمروا؟ قديش المجتمع الدولي عم يضغط؟ قد ايه عم يضغط؟ مين عم يضغط؟ بتشوف هيك انت عم عم يضغط في تضغط؟ طبعا في مكان ما. بتشوف ايه هيك؟ هلا في مكان أول على اجتماع باريس شو؟ واجتماع باريس شو ولا شيء، أنتج؟ لا ولا شيء، ما ولا المندوب ما السعودي راح انحكى بعد ثلاث كتير، ساعات، بعد بس ثلاث ساعات انحكى من بداية كتير. الاجتماع. هون عم نحكي نحن كان عندنا مجتمع دولي حاضن نوعا ما للبنان، مش هيك؟ لما كان يصير في مؤتمرات دولية لدعم لبنان 50 و60 دولة، اليوم اختصر على 5 دول، عرفت كيف؟ اللي هي هلا ادخال القطري على الخط لانه هناك انكفاء سعودي بالملف اللبناني، لانه السعودي اليوم بهمه اليمن ومن ثم سوريا وليس لبنان. اليوم دخول القطري على الخط صار القطري كمان لاعب اساسي، اليوم المصري هو الذي يتصدر اللعبة السياسية وتحديدا عم نحكي نحن في لبنان، بالاضافة الى الفرنسي اللي موجود، اللي هو من الاساس اللي هو اصلا مسك الفرنسي الموضوع. شو عم يعمل؟ بيعمل ربط نزاع،
لا أكثر ولا أقل. يعني الفوضى، الفوضى موجودة، نعم الأمريكي يريد الفوضى، نعم الفوضى موجودة، بس لما بدها تكبر الفوضى بتدخل الفرنسي بس لحتى يلمها، يعني فقط ربط نزاع ما بين الأفرقاء لا أكثر ولا أقل. وإلا اليوم نحن وين المشكلة عندنا بالحلول؟ عندنا نحن تحديدا برئاسة الجمهورية، نحن عندنا شغلتين، شيء داخلي وشيء خارجي. الداخلي ان شاء الله لمصلحة الوطن، لا مختلفين كل واحد قديش بده يطلع له حصة وما هي المكاسب فقط، هي مشكلتهم. شايف اذا هلا بتجيب اثنين مختلفين على رئاسة الجمهورية بتقول له يعني انت الك، ما بتوافق سمير جعجع انه رئيس محور ورئيس لا 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 اصلاح؟ لا 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 لا، يعني هيك وصف امبارح لا انه لا لا. حزب الله يريد رئيس محور انا بالنسبة لي عكس الرئيس اللي راح يقوم بالاصلاح، حتى لو سمى غير سليمان فرنجي راح يكون نفس الشيء. اي واحد بدك تجيبي اللي معترض عليه اعطيه حصه ويمشي الحال، هذا لبنان. خلاف على الحصص والمغانم لا اكثر ولا اقل، هذا بالداخل. اما بالخارج، بالخارج شو يعني؟ بالخارج عندك اذا كان هناك تقاطع مصالح او صار في قعده ما بين الامريكي والايراني بتخف عنا، السعودي الايراني بتخف عنا، يعني عندك شرقي وغربي، هول المحورين موجودين، هول المحورين اذا التقوا وقعدوا وصار في حلول، نعم بتنعكس على الداخل اللبناني. طيب هذا بالشق الخارجي. طيب نحن بالشق الداخلي انا اليوم بحمل مسؤوليه لمين بالشغور برئاسه الجمهوريه؟ بحملها لمين؟ للبطريرك تحديدا، للبطرك، هلا البطرك لانه هو مسؤول المفروض عن الشغور. خليني كفي، يا ريت بس خليني كفي، حل بايده. ايه البطرك شو وظيفته اليوم؟ البطرك هو قاد يستطيع ان يجمع كل الافرقاء المسيحيين. طيب اذا اتفق المسيحيون على شخصيه ما مسيحيه مارونيه، مين في يقول لهم لا بلبنان؟ ايه مين في يقول لهم؟ اذا اتفق، ها شفتي؟ اذا اتفق. طيب مين مين الراعي؟ مين الراعي؟ مين الكنيسة؟ يحاول. ايه ما هذا اللي عم نحكيه، بكل احد عم بتكون عظته مدوية يعني وصرخته بالنهاية، هو ليس عندي رجل سياسي. ايه ايه هو شغلته يرفع الصوت ويصوب بالفراغ اللي موجود، بالفراغ اللي موجود وبالأزمة اللبنانية. هناك توجه دولي لوين؟ عم بيقوي وين؟ عم بيقوي المقامات الروحية. طلع بالشارع السني اليوم، مين اليوم بتكلم الشارع السني او من الذي يتكلم باسم الشارع السني؟ اليوم دار الافتاء. بالشارع المسيحي اليوم في البطريركية ومن خلفها الفاتيكان، وهكذا. عرفت كيف؟ عم يرجع في تقوية دور للمقامات الروحية الدينية، هذا صار واضح. لأنه أنا اليوم ماني شايف بكرة رايحين على لبنان. نحن نقول كمراقبين، أنا بهذا رأيي الشخصي ما بلزم في حدا، نحن رايحين على لبنان جديد. لبنان الجديد مش اليوم وبكرة، بد بعد عندك بده تمخض لشهر 6 مينيموم لحتى نبلش نحن نلاقي بوادر. لبنان الجديد يعني جديد. نظام جديد، نعم صيغة جديدة. يعني صيغة سياسية طائفية ممكن على نفس أوسع، يعني لا مركزية. عرفت كيف؟ أوسع شوي طبعا، مش فيدرالية، ما عم نحكي فيدرالية. عرفت كيف؟ لا بلد مركزية، صغير لا يعني. بلد صغير، لا مركزية. عرفت كيف؟ إدارية ممكن يكون فيها شق مالي، ممكن يكون، بس هيدا شيء منيح. ما هيدا الصيغة اللي ممكن نروح عليها. طيب اليوم نحن بكل مشاكلنا بلبنان كان يصير في دم لنقعد على الطاولة، مزبوط؟ طيب هل اليوم بعد لبنان يتحمل انه يصير في دم لا يقعدوا الافرقاء على الطاولة؟ اكيد ما بعتقد حدا اليوم بيتحمل، لا قدرة بوارد. يعني على القليل ماليا من يستطيع، لا انا دائما بقول من يستطيع لا يريد، ومن لا يستطيع هو يريد ذلك. هون الخلاف. عرفت كيف؟ في حدا ما في بس بده، وفي حدا في بس ما بده. هلا هالشعار شفناه كتير. لا ما هو هذا الشعار واضح. فينا ننزل الدولار الدولار ايه بالعكس، بنزلوك كلهم هي بين نزول وطلوع شكلها ضاعوا الشباب بيناتهم. لكن اليوم اذا حتى بدك تحافظي على الدولار، اليوم بده يدخل المصرف المركزي اول شيء يوقف طبع، ما صار طبع 85 تضخم مليار. طيب ليره، ونحكى عن مليون وعن سفوره، يسحب اليوم هو يسحب اللبناني من السوق وهو حافظ على منصة صيرفة يكون قريبة. جرب يعملها من خلال صيرفة، ما هو اللي خرب الدنيا، مين اللي جرب؟ ليش؟ يعني من الموجودين الصرافين الكبار مين هن؟ ما لقلو شو بنرجع لك بدي. ما شفنا حركة جمعة الماضي بتوقيف عدد من الصرافين والمضاربين على الليرة؟ الله طلع هو اللي خرب الدنيا بالبلد، انسي يا عمي هذا كله حكي.